ليش انا مقدم البرنامج؟ انا عبد الله عقيلي محارب الدهون. في يوم من الايام كان وزني 185 وانا اليوم وزني 80. طبعا انا عارف انت مو مصدق. بدت السالفة بتنقيصة وزن، بعد شوية مقابلات، بعد شوية شهادات، شوية لقيت نفسي مدرب، واليوم حرب الدهون. وحاليا أتدرب على يد البطل العربي أحمد أشكناني في نادي أكسجين العدلية بالكويت. فاللي يسأل على أي أساس أنت تقدم لنا النصائح الغذائية والرياضية اللي تعطيني إياها، على أساس خبرة وشهادات وتجربة. فالأوبشن. غير كذا أبغى أستعرض معاكم بعض المنتجات اللي أنا استخدمتها الفترة الأخيرة. اول ثلاث منتجات بستعرضها لكم هي منتجات طاقه، منتجات بري ورك اوت تستخدمها قبل التمرين علشان تعطيك طاقه. المنتج الاول هذا اللي ابغى استعرضه معاكم اللي هو سي 4 ريبت. هذا اللي يميزه عن السي 4 العادي انه ما فيه كرياتين. زي ما انتم شايفين هنا هذه المكونات اللي موجوده في المنتج، في بيتا الانين وارجينين وكافيين وشغلات ثانيه. من ناحيه الطاقه كويس، من ناحيه الطعم لا باس فيه. اشوف المنتج انه ياخذ 3.5 من 5. ثاني منتج طاقة استخدمته اللي هو هوت بلد من شركة سايتك. زي ما انتم شايفين المنتج فيه يعني سكر وفيه انواع كثيرة من الكرياتين مونوهيدريت وفيه كافيين وصوديوم. كطاقة وتركيز المنتج مرة بطل، يعطيك بمب غير طبيعي لدرجة انه ممكن يجيك صداع. لكن في مشكلة مرة كبيرة. المشكلة اللي فيه انه يطبع في الفم، واذا جاء على ايدك برضه يطبع. يعني هذه الشغلة شوي مزعجة، يعني اذا بتحطه في علبة لازم ما تلمسه. بالنسبة لي أشوف المنتج ياخذ 2 من 5، مو بأكثر من كذا. هذا رأيي الشخصي. منتج الطاقة أو البري ورك أوت الثالث اللي أبغى أستعرض لكم إياه هذا من شركة جرانيت. صراحة منتج بطل. الشركة هذه زاحفة، ما أدري شكلها اللي مسويها إرهابي ولا شيء، بس تحس إنه كل الأشياء اللي عندهم على شكل ذخائر وقنابل وشغلات كذا. هذه العلبة من جوا. المنتج نكهته زي السنكولا، إذا تخبر السنكولا أخو السنتوب. وبصراحة يعطيك تركيز وبوم في التمرين غير طبيعي. برضو المنتج فيه مركبات كثيرة وشغلات كثيرة على أساس الطاقة. صراحة منتج خرافي. بالنسبة لي أعطي المنتج هذا 4 من 5 كطعم وكتركيز وكفوكس في التمرين، شيء بطل. الثلاث منتجات اللي طرحت لكم إياها هذه ما فيها خنزير للي بيسأل بعد شوي، وكلها موجودة عند أكسجين للمكملات الغذائية. وعلى فكرة ترى أكسجين يوصل لكل دول الخليج بدون أي استثناء، يوصل لك المكملات اللي أنت تطلبها لحد بيتكم. الحين أحط لكم معلومات التواصل حقهم شلون تطلبون منهم، وقولوا لهم حنا من طرف كابتن أحمد أشكناني بيضبطونكم بالأسعار وكل حاجة.